السلام عليكم. ناخذ مسألة رقم 2 على chapter 7 اللي هو section 7.2. اوكي، هالمسألة دامجة الموضوع اللي هو equation method وش المومنت ديجرام السلوب method. اوكي، شنو عندي هنا؟ عندي distributed load اللي هو مثلث، انزين، وعندي هنا رولر، وهني عندي بن او هنج، وهني عندي مومنت. اوكي، احنا قلنا مومنت clockwise يعني اجمع، counter clockwise يعني اطرح، قوة صاعدة يعني أجمع، قوة نازلة يعني أطرح. أوكي، إنزين، السؤال يقول لي draw the shear moment diagram، بس هذا السؤال، ما راح يقول لك استخدم equation ولا هذا، لا. إنزين، طلعت reaction أنا. أوكي، reaction عندي الـ AY طلعت لي 52.8 والـ BY طلعت لي 172.2. أوكي، إنزين، أروح أول شيء حق خط الشير، أصعد كم؟ أصعد 52.8. أوكي، إنزين، بعدين عندي مثلث، أروح أطلع الأريا مالته، نص ضرب القاعدة، كم القاعدة؟ 9 ضرب الارتفاع، كم الارتفاع؟ 50. إنزين، كم طلعت لي؟ 225. أوكي، بس هي بالماينس، أنا المفروض أحط على ضرب ماينس 50. اوكي، انزين، واجمع مع المسافة اللي قبلها، يعني 52.8 ناقص 225، ناقص هذه مالت الفورس لانها ماينس. اوكي، فطلعت لي ماينس 172.2. اوكي، وين 172؟ هني تقريبا، فاوصل هذا مثلث، فاوصل هذا شنو؟ كيرف. اوكي، راح يكون بهالشكل. لاحظت هني ان عندي شيء اسمه زيرو شير، هذا اول مره ناخذه. اوكي، اللي شنو يعني زيرو شير؟ يعني الفي تساوي صفر، يعني هذه المومنت ماكسيموم هني، من اشتغل على خط المومنت هذه هني يصير مومنت ماكسيموم. انزين، اوكي، اعرف اطلع المسافه؟ لا. انزين، هالمسافه لا، لان هذا مثلث، وحتى لو مستطيل ما اعرف اطلعه. اوكي، الحين راح استخدم شيء جديد اسمه equation method. شلون؟ تذكرون 7.1 لما كنت اسوي كت؟ هني راح اسوي كت. زين، وين اسوي كت؟ انا ابي احسب هذه المسافه، صح؟ فاسوي كت هني. زين، راح اسوي كت، ارسمه فري بودي دايجرام بهذا الشكل كذي. اقول اول شيء هذا المثلث الاصلي، اوكي، هني 9 متر وهني 50، أسوي كات هني، راح يصير كذي، باخذ أنا الجزء اليسار عشان بطلع هذه المسافة. أوكي، فلما أخذ جزء اليسار راح تصير الشير فورس لتحت، والمومنت لفوق، والنورمال فورس لبرا. أوكي، بس أنا الحين ما أحتاج أجيب نورمال فورس، بس راح أرسمها، مو مشكلة. نورمال فورس مثلا عند بوينت O. أوكي، أفترض بوينت، لأن أنا هني ما عندي بوينت. إنزين، اوكي، هذه المسافة شنو اسميها؟ اسميها اكس. انزين، بس لحظة، انا قصيت مثلث، يعني صار عندي مثلثين، شنو اسوي؟ اسوي تشابه مثلثات. انزين، فهذا مثلث الكبير، انزين، وهذا مثلث الصغير. اوكي، اوكي، هني علامة استفهام اللي انا ما اعرفه، ما اعرف الفورس اللي هني، وهني اكس مسافتها انا فرضتها، وهني شنو؟ هني عندي 9 وهني شنو؟ 50. اوكي، فهذا على هذا وهذا على هذا. إنزين، علامة استفهام على x يساوي شنو؟ يساوي 50/9. إنزين، طرفي في وسطه، راح يطلع لي إنه لما أحسبها بالكالكوليتر راح يطلع لي إن العلامة استفهام تساوي 5.5x. أخليها. أوكي، إنزين، الحين أروح أرسم، احول ال distributed load هذا حق فورس واحدة عشان اطلع ال summation moment عند point O اللي انا فرضتها، وال summation forces y axis. اوكي، فارسم خط كذي. زين، اقول ان هذه شنو؟ كلها x، وهذه شنو؟ هذه زاوية قائمة، فاحطها على ثلث المسافة من الزاوية القائمة، فممكن تكون هني. زين، وهذه شنو تساوي؟ تساوي ثلث ضرب القاعدة، القاعدة شنو؟ x، فتصير x على 3. إنزين، وهني عندي الكات اللي أنا سويته point O، عندي هني الفي،
وعندي هني المومنت. انزين انزين هذه شنو كم قيمة الفورس؟ نص ضرب القاعدة x ضرب الارتفاع 5.5x. الفكرة على مستفهم هذه تساوي 5.5x المثلث الجديد اللي انا طلعته، راح يصير لما اضربهم في بعض راح يطلع لي بالآلة 2.75x تربيع. اوكي، وهني ما ننسى عندي فورس تساوي 52.8. حين اروح اجيب شنو سميشن مومنت عند بوينت او يساوي عندي مومنت انا هذا فرضته كاونتر كلوك وايز وهذا كاونتر كلوك وايز. انزين فراح يصير مومنت زائد، يعني راح يصير يعني يكون معه يلف معه. انزين زائد شنو عندي هذه كم المسافة بينها وبين البوينت او x على 3. اوكي فراح اقول 2.75x تربيع ضرب x على 3. انزين انزين شنو بعد فورسز بقالي هذا، ف شلون تدور حوالين بوينت او؟ تدور كلوك وايز، فاقول ماينس 52.8 في المسافه العموديه مالتها اللي هي x تساوي كم؟ تساوي صفر. اطلع من هالمعادله معادله المومنت. انزين فاقول مومنت تساوي اودي كلهم طرف ثاني، انا بخلي اول متغير في المعادله يكون موجب. زين فأبيب هذا أول شيء، راح أقول 52.8 x ناقص 2.75 x تربيع ضرب x على 3. زين يعني أنا ما أبي أكتب أول شيء ماينس 2، لا يعني أبي أكتب أول عدد موجب. زين هذه معادلة المومنت، خليها لجنب ما أقدر أحلها أكثر من كذي. حين أروح بسميشن فورسز y axis a equal 0 positive y axis. أوكي شنو عندي؟ عندي فورس شير فورس نازلة تحت فماينس في. انزين بلس هذه صاعدة لفوق 52.8 ماينس 2.75x تربيع شم تساوي؟ تساوي صفر. اوكي اروح من هالمعادلة اطلع معادلة الشير اللي هي في تساوي 52.8 ناقص 2.75x تربيع تساوي صفر. اودي هذه الطرف الثاني. انزين أقول 52.8 تساوي 2.75x تربيع، أقسم الطرفين على 2.75 شنو؟ وهني 2.75 وهني 2.75x سوري بس 2.75x تربيع راح تطلع لي بعدد، راح أجيب جذر الطرفين راح تطلع لي x تساوي كم؟ 4.38. زين نروح حق المسألة الأساسية. أوه عشان أنا هذا سويت كل هذا عشان أطلع قيمة الأكس هني. زين فالأكس هني راح تساوي كم؟ 4.38 عرفته. لما عرفته الحين أعرف أكاملها بالخط المومنت. زين بس خلينا نكمل هذه. أوكي هني طلعت لي كم؟ أنا بحسبتها ماينس 7 2.2. اوكي عندي فورس تساعدني فرح يصير هني صفر لما اجمعهم. انزين صفر. اوكي انزين بعدين هني عندي فورس، لا عندي ديستريبيوتد لود، لا ما عندي شيء، فخط سيدة سوري خط سيدة. اوكي بس خلص خط الشير. حين اروح حق خط المومنت. انزين لما اروح حق خط المومنت لما ني اعوض اكامل هذا الشكل، انزين راح استخدم معادلة المومنت اللي انا طلعتها. اوكي والمسافة اللي انا طلعتها من معادلة الشير، يعني راح استخدم هالمعادلتين بحل خط المومنت اللي هي الام تساوي طلعتها تساوي 52.8x انزين ماينس 275x تكعيب على 3. اوكي انزين اروح شنو اسوي؟ اول شيء ما عندي هني مومنت بالمساله الاصليه فاحط صفر هني. اوكي عندي زيرو شير فاحط نقطه هني. اوكي واعوض قيمه الاكس بهالمعادله راح تطلع لي 154. اوكي فاوصل بهالشكل راح يكون. اوكي تعلمنا طريقه التوصيل من الدائره. انزين اوكي لا ما نسى ان هذا موجب وهذا شنو
ماينس. اوكي الحين اروح اطلع قيمة الاكس، ممكن اطرح وهي راح يكون يعني 9 ناقص 4.38 نفس القيمة راح تكون هني، او فرق كم بوينت راح يطلع لي شنو نفس الرقم بس بالماينس. اوكي لما انا كامل هذه باستخدام هالمعادلة راح يطلع لي نفس الرقم بس بالماينس، راح يطلع لي شنو ماينس 54 كذي. اوكي هذه كم ماينس سوري 154. اوكي انزين بعدها هني ما عندي شيء خط سيدا، واكيد اكيد اكيد هذا راح تكون شنو ماينس 200 لان في فورس صعدني لفوق كلوك وايز 200، فاجمعهم مع بعض راح يصير كم؟ راح يصير صفر. اذا طلعت لي صفر هنا طلع لي صفر، انزين اذا حلي صح، اذا ما طلع لي صفر اذا حلي شنو غلط. هذه المساله دامجه طريقتين، ممكن يجيب كذي بالامتحان وممكن يجيب لكم بس الطريقه الاولى اللي هي عادي، مثلا هني ديستريبيوتد لود. اوكي اذا كان عندي شنو اول شيء، مثلا اذا كان عندي ديستريبيوتد لود مستطيل راح تصير راح يصير خط مايل، لما يصير خط مايل راح يكون بالشير بالمومنت، خط المومنت راح يكون كيرف كذي. اوكي وبس هذه الفكره، الفكره هذه وايد مهمه من نوت دكتور دعيج. اخر مساله